تعالي اتفضلي يا ست كل، اتفضلي. ايه رايك بقى في الشقه؟ حاجه كده زي الفل، شاشه 47 بوصه وتكييف سجاد كله زي الفل. اوكي نايس. نايس ايه؟ ده اجمل شقه في المنطقه، وحته امان وهاديه. انت بس تلاقيكي كنت بره مصر ولا حاجه، فايه مش متعوده على الجو هنا. اه دي حقيقه، كنت عايشه في كندا بس دلوقتي عايشه في مصر. كندا؟ ده الجو تلج في كندا. هنا بقى في مصر وسط اهلك الدفى كله. بس هما ستات كندا حلوين قوي كده. لا انا مصريه على فكره. اه صحيح، ده هي مصريه. طب انا بقى هبعت مراتي كندا عشان ترجع لي حلوه قوي كده. هتشتغلي ايه بقى في مصر ان شاء الله؟ شغلانتي فنانه. هتوصلي، طالما فنانه وفي مصر هتوصلي. احنا عندنا اي مخرج اي مزه تيجي من كندا تبقى فنانه على طول. ثانك يو. الفلوس بقى ان شاء الله كده. اتفضل. اتكلم في الجد. لا مظبوط مظبوط، بس خلي بالك العربون في مصر ما بيرجعش، احنا مش زي كندا. انت من ساعه ما جيت وانت عملت تقول لي عربون ما بيرجعش وفلوس، هو في ايه؟ انت حر، انا خايف عليك، انا عايز مصلحتك. سلام بقى. اه صحيح، استني المفتاح عشان ايه؟ ده مفتاح الشقه، لو احتجتني في اي حاجه اديني رنه، بس حتى لو نص الليل من غير ما تفتحي معايا مفتاح احتياطي. سلام. يا اخيرا جيت مصر، كانت وحشاني. بقول لك ايه بقى يا قمر، الست الجديده جت في الشقه وقعدت فيها، همتك بقى معايا قومي بالواجب معاها. ما تقلقش سيب الموضوع ده عليا انا، هما يومين اتنين وهخليها لك تجري في قلب الشقه تلف كده. يومين بالكتير، انا عايزها تطفش عشان اشوف زبونه غيرها. انا سلمتها الشقه وانا خارج حطيت فار صغير كده قعدت تصوت وفتحت الدنيا. كنت سامعها من بره. مش سهل برضو انت. يعني انت اللي سهله، ما انت بتقبضي قد كده عشان تخلصي المصلحه دي. وليه يا اخويا باصص في اللي انا بقبضه؟ ما انت كده كده انا بعمل اكتر منك، انا طول الليل بفضل اصوت لها في قلب الشقه. صوتي يا لحد ما صوتي راح. صوتي يا اختي كله بحسابه. اصوت يا اخويا ما تقلقش، هسمع العماره كلها. سمعي، همشي انا بقى وميعادنا لما هي ايه تطفش من الشقه. طيب امين امين. الله ما تعرف ربنا انت. سلام. مش عارفه من ساعه ما جيت مصر هنا كل مخرج يقول لي تعالي تعالي، وفي الاخر ما الاقيش شغل. حاجة تزهق بجد. في واحد اهو بعت له طلب بقى. قبل الطلب اول ما شاف صورتي. يا ولاد ال ايه ده؟ لا انا من ساعة ما جيت هنا وانا مش مرتاحة للشقة دي بصراحة. يا نهار اسود. الحقيني فوق. مين؟ فوق في مين؟ في مين اصلا؟ انا جارتك اللي فوق. اه مالك في فوق؟ حاجات غريبه بتحصل من ساعه ما جيت الشقه هنا وفي حد فوق. حاجات ايه بس؟ اهدي كده بالراحه، في ايه؟ الحقيني انا من ساعه ما جيت الشقه فوق وانا بسمع اصوات غريبه وفار وحاجات غريبه، انا مش عارفه في ايه فوق. دي الشقه دي اساسا مسكونه وكان في واحد فيها ميت من زمان وبتطلع اصوات، وطول ما احنا قاعدين عمالين نسمع في اصوات وخبط وصويت، حاجات كتير جدا. ايه اللي دخلك فيها انت اساسا ومين اللي ادالك؟ يا لهوي، طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ ولا اروح فين ولا اجي منين؟ هو انا ممكن اقعد عندك بس شويه لحد ما اتصرف في مكان؟ بصي انت هتباتي عندي النهارده بس عشان انا جوزي وعيالي جوه، وانت عارفه بقى المكان على قدينا، بس خدي بالك لازم تنفدي بجلدك من الشقه دي، لازم ما تقعديش فيها اكتر من كده. حاضر، شكرا شكرا قوي. اتفضلي يا حبيبتي اتفضلي. بس ايه رايك في اللي انا عملته لك فيها؟ ما خدتش في ايدي غلوه واحده. ايوه كده ايوه كده، حقك بقى اهو فلوسك. هات. انت هتعد ورايا ولا ايه؟ ده انا عد ورا امي يا حبيبي. يخرب بيت فقرك. طب قومي بقى. مظبوط. مظبوطه. اه يا بنت المظبوط كله. قومي بقى اعملي لي 2 شاي رايقين كده. ما عنديش سكر، ايدك بقى على 100 جنيه عشان اجيب بيها سكر. نهار ابيض، 100 جنيه عشان تجيبي بيها سكر؟ ايوه 100 جنيه. خدي يا اختي، خدي 100 جنيه اهو. هات. يلا هنزلي بقى هاتي سكر واعملي لنا شاي. ثانية واحدة، جالي تليفون. ايه ده؟ زبونة. وشك حلو يا بنت الايه؟ ايوه. لا الشقة موجودة وزي الفل، أحلى شقة في المنطقة. ماشي، ثواني وأكون عندكم. سلام. سلام يا قمر.